النهارده وبحضور فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي تشوف ترجمه للي احنا بنقوله، انطلاق القمه الامريكيه الافريقيه. وبالتالي مصر تجلس في واشنطن تتحاور مع الاداره الامريكيه، تبحث معها كل الملفات اللي تهمها وتهم افريقيا وتهم المنطقه وتهم يعني ما تهمها كبلد وتهم افريقيا وتهم المنطقه العربيه والشرق الاوسط ككل بمنتهى الحكمه وبمنتهى الهدوء وطوله الصبر. وما نقولش اصل احنا كنا من يومين قاعدين مع بكين فهناك الكثير من التباينات ما بين بكين وما بين واشنطن، فبما ان احنا بقينا اصحاب الصين فاحنا هنخاصم امريكا، او احنا اصحاب روسيا فاحنا هنخاصم مش عارف مين، احنا اصدقاء للكل. طيب كواليس بقى التجهيز لانطلاق القمة الأمريكية الإفريقية بالولايات المتحدة الأمريكية من واشنطن العاصمة ديستريكت اوف كولومبيا، احنا معانا على تليفون زميلنا العزيز صديقي محسن سميكة كاتبنا الصحفي ورئيس تحرير الموقع. اهلا بيك يا محسن. اهلا بيك يا استاذ يوسف، وحشنا جدا والله. وانت مفتقدينك. مفتقدك انا يعني كل الزيارات، انت على طول بتسجل حضور هنا فلازم يعني كنت تبقى موجود. حظي وحش المره دي ان انا ما شفتش اصدقائي وزملائي ويمكن مش عارف اقوم بواجبي من هناك في واشنطن فبقوم بيه من داخل القاهره. وانت قدها وقدود والجميع بيبلغك التحيه وكل الناس كل سيرتك بالخير وقايم بواجبك وقايم بدورك بالتاكيد. الله يخليك. الله يخليك. نكمل بعض في منظومه متكامله. جدا جدا جدا. سلم بقى على كل اصحابنا القدام، انا عارف انكم كلكم هناك ما عدا انا. سلم على الكل والنبي. بالتاكيد يوصل لهم طبعا. ربنا يخليك. اجواء جميله جدا جدا زي ما انت شفت في المرات كلها اللي انت جيت، المصريين من كل الولايات موجودين هنا في العاصمه واشنطن دي سي. لدرجه الحراره طبعا مش عارف اقول لك الدنيا كلها عامله ازاي في قصه البرد، اللي احنا في القاهره بنشتكي من 12 و13 و14. انا بكلم حضرتك على 3 وعلى 2 وعلى 1.5، فيعني الموضوع مع ذلك الجو دافئ جدا بحب ومشاعر الناس اللي جايه من كل مكان عشان تشارك في اللحظه دي، زي ما بصراحه عمرهم ما بيخلوا على لحظه بلحظه معينه على مصر بكل تجمع يكونوا موجودين فيه. اجواء بنتكلم على عدد كبير جدا موجودين في اوتيلات مختلفه، حضروا واتحركوا من نيويورك من نيوجيرسي من كاليفورنيا من كل الاماكن اتجمعت وجات النهارده ببساطه متوزعه بشكل منتظم جدا بشكل حضاري جدا. الناس دي اقل واحد فيهم موجود هنا في امريكا من 10 15 سنه، فبالتالي عارف يتعامل مع البلد بشكلها عامل ازاي. بيرفعوا لافتات اعلام مصر بالتاكيد، صوره الرئيس السيسي وصورته مع بايدن في اخر زياره له كانت في شرم الشيخ. الاجواء جميله جدا، ده على الصعيد الجماهيري وعلى الصعيد المتعلق بلحظه استقبال اللي احنا بالمناسبه انا بكلم حضرتك من امام الاوتيل او المقر الاقامه للسيد الرئيس. احنا نحن في انتظار لحظه الوصول لمقر الاقامه وكل الجاليه المصريه موجوده بالحشد اللي احنا قلنا عليه عشان تقول له مرحبا بك في الولايات المتحده الامريكيه ومرحبا بتتقال بفخر، لان احنا عارفين زي ما انت كنت بتتكلم من شويه التقط منك اطراف الحديث يعني المتعلقه بوضع مصر في التوقيت هذا التوقيت تحديدا، وضع مصر فيما تريده الولايات المتحده في هذه القمه. هذه القمه هي الثانيه الاولى عقدت في العام 2016. بالتاكيد الولايات المتحده تدرك تماما مدى اذا اصطلح التعبير عمليه المد الصيني الروسي في الدول الافريقيه بشكل كبير، البحث عن المناجم والثروات والبحث عن كل ما هو مفيد للولايات المتحده، ولكن ينقص او تنقص هذه الدول في القاره العجوز قضيه او ما يصيبها طبعا الفقر والجهل والمرض، ينقصها البحث، ينقصها الاستكشاف، ينقصها عمليه التكامل. هناك ثروات طبيعيه غير عاديه موجوده في الدول الافريقيه، مصر سوق كبير للدول الافريقيه بشكل كبير، عندنا العديد من الاتفاقيات اللي تمكننا من حركه التبادل بيننا وبين تلك الدول. فاذا ارادت الولايات المتحده، اذا اراد الغرب، اذا ارادت اوروبا الوصول للدول الافريقيه بالتاكيد هيكون من خلال بوابه مصر، بوابه مصر الرئاسيه للعبور هذا الموضوع. دي واحده، الثانيه متعلقه بالعلاقات القويه اللي منذ وصول السيد الرئيس الى الحكم مصر بنتكلم على قبل 7 سنوات والعلاقات قويه جدا مع الدول الافريقيه، فاذا ارادت الولايات المتحده على سبيل المثال ان تتواصل بشكل جيد مع احد الدول الافريقيه عليها ان يكون هذا من خلال مصر. يعني بنتكلم حضرتك على انه اكثر من زعيم افريقي حضر الى مصر، هناك عشرات اللقاءات، بنتكلم على رئيس جنوب السودان على سبيل المثال للحظر، هناك 9 لقاءات في قصر الاتحاديه في حد ذاته، اذا بنتكلم على السودان وما يحدث السودان، اذا بنتكلم على ليبيا وهي دوله حدود 1800 كيلومتر للحضاره الغربيه، بنتكلم على منظومه متكامله في العلاقات المصريه. هنا اقصد اذا ارادت الاداره الامريكيه بشكل جد وفعلي التوجه نحو افريقيا والاستفاده من ثرواتها عليها بمصر،
عليها مصر انها مصر بوابه اللي زي ما ذكرت لحضرتك، والاخر متعلق بعلاقات قويه للدوله المصريه والنظام المصري بتلك الدول اذا ارادت من خلال مصر ستتمكن من تحقيق هذا الامر. بنتكلم على عدد كبير جدا من رجال الاعمال، الاول بنتكلم على نحو 40 رئيس وزعيم افريقي بشكل كبير، بنتكلم على 400 رئيس شركه تقريبا كبرى الشركات الولايات المتحده ومن مختلف دول العالم حاضر هذا او حضر الى هذه القمه في نسختها الثانيه للافاده والاستفاده. بالتاكيد العالم كله مصلحه او الاقتصاد لا يعرف قضيه البعد والجفاء، وبنتحدث معاه ولا نتحدث معاه لغه العالم لغه المصلحه، لون وين سيتويشن، هتفيدني بايه؟ هفيدك بايه؟ طب يلا نقعد مع بعض عشان نتكلم. اول ما بنتكلم انا دايما اشرح حتى في اكثر من موضوع يعني قضيه ازاي بعمل اتفاقيه مع الاستاذ يوسف الحسين. الاول بنقعد ندردش انا وانت فيما يعرف مذكره التفاهم، ثم تحال هذه مذكره التفاهم الى لقاء يجمع بين طرفي اللي عندي واللي عند حضرتك، ثم تحال بعد كده الى اتفاقيه، ثم تبرم على الارض بشكل كبير. فالاول بتبدا ببساطه كده بشكل بلدي دارج اللي هي بعد الدردشه، ان انا بتقابل هنا في الولايات المتحده مع رئيس شركه اكس، فبقول له انت ما بتجيش مصر ليه؟ ده احنا عندنا فرص عظيمه، ده احنا المناخ متاح جدا لحضرتك، تعالى اتفضل. فيقول لي هتفيدني بايه؟ هقول له تعالى روح ناحيه قناه السويس، مشروعات جميله جدا جدا وعملاقه. تعالى ده انا عملت لك حوالي 8000 كيلومتر من الطرق، تعالى ده انا عملت لك 22 مدينه جديده، تعالى استثمر في منطقه شمال شرق لان في كذا، وابدا بقى اطلع الامتيازات دي. فبيجيني الزياره، ده انا بعمل لحضرتك مختصر المفيد. أيوة. بيجيني الزياره في مصر، بيقعد يشوف الكلام ده بعينيه، بيبدا يفعل. يعني الاتفاقيات او العمل الواقع على الارض بشكل كبير بتسبقه اتفاقيه، يسبقها مذكره تفاهم، يسبقها عرض دردشه، زي ما اكون بتكلم مع حضرتك كده وانا واخد راحتي، لان انا بحب دايما اتواصل معاك، فبتكلم بالطريقه دي اللي هم بيقنعوا بيها بعض بالطريقه دي. تعالى استثمر عندي، وتعالى شوف فرصي، وتعالى شوف اللي انا بعمله. توقيت الزياره مهم جدا جدا. العديد من زعماء العالم والمشاركين في القمه، اذا بنتكلم على نحو 40 قياده وزعيم افريقي، ما جوش من 2019 عشان كوفيد. مصر نفسها، الزياره نفسها للسيد الرئيس غاليه هنا وعزيزه على كل المصريين، لانه جدا بنتكلم على 3 سنين واربع سنين اقتربت على الوقت من اخر زياره، فبالتاكيد بتمثل اهميه واهميه كبرى كمان. فمهما اقول لحضرتك الوصف في المشهد، الحقيقه في بعض الاحداث كده يعني تعجز عن وصفها العدسات او عن كتابتها الاقلام. فالحدث اللي بكلم حضرتك فيه مهم جدا جدا، وان شاء الله ياتي بالنفع مش بس على مصر ولكن على كل الدول المشاركه بشكل كبير. والله انا اتفق معاك في كل حرف تقريبا يا محسن في مساله كمان اهميه الزياره من حيث التوقيت. طب انا عندي سؤال، هل تم اعلان اجنده النشاط الرئاسي في واشنطن اجتماعات الرئيس ولا لسه؟ بص، هو دايما وانت يمكن عثرت ده كتير، اللقاءات الجانبيه والهامشيه اللي بتكون في مثل تلك القمم بتكتسب اهميه يعني تتساوى او تفوق يمكن للحدث نفسه. ليه؟ لان احنا لسه كنت بتكلم سلفا في فكره ازاي اقنع مستثمر او رئيس دوله او اي حاجه انه يجي، بتبدا بدردشه او في اللقاءات الثنائيه اللي بتكون رسميه على هامش تلك القمم بتكون اهم. لا استبعد انه السيد الرئيس، وده نشاط ملحوظ جدا منذ تولي المسؤوليه، ان نلتقي اكبر عدد او اكبر كم من الموجودين، ولكن الاجنده بتتغير وفق المعطيات لحظه بلحظه يوم عن الاخر. انت عارف حضرتك بتبقى موجود في قمه زي كده، بيجي لك وزير خارجيه دوله من الدول، وهذا الامر بروتوكولي بحت متعرف صحيح عليه، بيجي يقول لك انا عايز اعمل لقاء مع رئيس دولتي، عايز اقابل رئيس دولتكم من خلال الجانب المصري الرسمي يعني، وبيتم الترتيب والاعداد للقاء. هذا الامر بيحدث على مدار اليوم. انا عايز اقول لحضرتك انا كنت موجود في فعاليات الامم المتحده في 2016، السيد الرئيس تقريبا كان عنده 27 لقاء على هامش وجوده في الولايات المتحده، كان غير عادي. احنا كنا كمحررين رئاسه وصحفيين مسؤولين عن هذا الملف، كنا يعني فبنقول دايما الله يكون في عون سيادته، يعني احنا بنتابع، احنا مش ملاحقين على كل هذا الكم من العمل وكل هذه اللقاءات وكل هذه الجلسات الثنائيه المفيده اللي بتاتي باستمارها فيما بعد على فترات. فالجدول متحرك، ولكن هناك حديث عن قمه مصريه امريكيه في لقاء ثنائي يجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الامريكي لبحث سواء ما يدور في القمه بشكل كبير او استفاده مصر اذا تحدث البعض عن بعض الملفات اللي هتناقش او هيتم فتح ملفاتها في هذه القمه. على سبيل المثال الحصن سد النهضه، قد يكون هناك طبعاً حديث عن هذا الامر، لانه حق من حقوقنا، ولانه المنبر منبر كبير ومنبر عالي، بنتكلم الولايات المتحده في حضور هذه الدول الافريقيه، في حضور الرئيس الامريكي عن هذا الامر، فهو حق مشروع للدوله المصريه وهتستغل الفرصه دي. حلو جدا. اذا يا محسن احنا هنتشعبط فيك تقريبا كل يوم،
لحد ما انا القمه هفرح تخلص بيك يا وترجع يوسف، لنا انت بالسلامه. عارف قد ايه قد ايه انت استاذ وصديق يا رب حبيب يخليك، واخ، احنا يعني زملاء انا بفرح واصدقاء بيك جدا واخوات. جدا وبتبسط وانا معاك، يعني شكرا حبيبي يا جزيلا. محسن انا بشكرك، وسلم لنا على بقيه الشباب يعني الى ان تعودوا كده نلتقي تحياتي كلنا باذن الله. الف شكر، وترجعوا لنا بالف سلامه، وربنا يكلل مساعي رئيس جمهوريتنا السيد عبد الفتاح السيسي بكل نجاح وبكل تفوق. عارف محسن، والله وهو بيتكلم خلاني افتكرت بدايات 2014 في أول سفر لرئيس الجمهورية للولايات المتحدة الأمريكية، كان اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة نيويورك سبتمبر 2014. ولازم تبص على كذا مشهد بالتوازي. أول مشهد استقبال الجالية المصرية لفخامة الرئيس، وأنا لا أنسى المشهد في الشارع قدام فندق نيويورك بالاس، وطبعا ده لا يعتبر إعلان، أكيد نيويورك بالاس مش هيعلن عندنا في مصر يعني. الشارع كله مليان ناس، كله. قعدنا نتمشى أنا وزملائي محسن وشادي ومحمد الجالي، قعدنا نتمشى ونشوف ونتكلم مع الناس، أهالينا المصريين اللي عايشين هناك، إذا كانوا مش معقول كله دول بقى معقولة كل دول من نيويورك. لقينا فعلا زي ما بيتكلم محسن، اللي جاي من كاليفورنيا، واللي جاي من فلوريدا، واللي جاي من ميتشيغان، واللي جاي من شيكاغو، واللي جاي من دي سي وفيرجينيا وهكذا، اوهايو، كل حته. شوارع مانهاتن دي تخض، اللي هو الشارع استحاله نظرك هيجيب اخره، استحاله. فالشارع من اوله لاخره ناس جايه منتظره الرئيس. ده مشهد. بالتوازي لازم تشوف حجم اللقاءات والاجتماعات الثنائية اللي أجراها الرئيس. كل ده بقولك على مشهد 2014. وهنا بقى خد المشهد أو رقم 3 على التوازي، كيف كان العالم كله يقف في وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كله مش عاجبه إزاي ينحاز للشارع المصري، ازاي يبدأ في عملية تطهير الأراضي المصرية من الإخوان ومن الإرهاب، وهم وجهان لنفس ذات العملة. لو كانت عملة، دي عاملة زي بنك الحظ، ما هياش حتى عملة حقيقية عليها القيمة. ويبدأ الرئيس ياخد مشواره في، تقدر تعتبره كده إيه، مفاوضة العالم، إظهار كل شيء للعالم، بل وتحذيرهم. اللي انتوا بتهاجموني عليه دلوقتي انا بعمله علشان انتوا ما تعانوش منه بكره. وقتها 2014 او السنه اللي بعدها في 2015 في نفس ذات المكان حصل تفجير، كان اظن لو انا متذكر في الشارع 29 ساوث في مانهاتن، تفجير ارهابي. أتذكر أنه حصل الحكاية بتاعت شغلي إبدو في باريس، أتذكر أنه حصل أزمة كوبري لندن، لندن بريدج. ووقتها الرئيس أيضا لم يتحدث مع العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار أنه أنا حظيتكم من السنة اللي فاتت، بالعكس خالص، بمنتهى الحكمة تحدث مرة أخرى عن ضرورة خلق آلية حقيقية لمواجهة الإرهاب. فاللي حصل إن مصر بقت هي المسؤول عن هذا الملف في الأمم المتحدة. شوف هنا التوالي التاريخي ماشي إزاي، من عالم يقف ضدك ويقول لك لا ولا إرهاب ولا حاجة وأنتوا اللي مفتريين ووحشين، لعالم بيجي يقول لك طب تولى أنت هذا الملف بحيث تكون أنت الدولة المشرفة على هذا الملف والتنسيق مع بقية دول العالم لمواجهة الإرهاب على سطح الكرة الأرضية. وبص وانت ماشي كده على الخط ازاي كان الاتحاد الافريقي مخاصمنا، وكان ليهم حق بالمناسبة، ما احنا كنا سايبينهم يجي 35 سنة مثلا، لا من 81-82 مخاصمين احنا الافارقة، بنخاصمهم كنا يعني على مراحل. مهم، فتبدأ مصر تشتغل من 2014 بمنتهى القوة على ملف تقدر تسميه استعادة افريقيا لمصر واستعادت مصر لإفريقيا. فالتوازي
تعود العلاقات مش بس كما كانت في السابق، بل هي أجود، حتى نصل إنه وإحنا بنتولى أو بالأدق يتم انتخابنا بالإجماع مش بالأغلبية لرئاسة الاتحاد الإفريقي. طيب، ثم تشوف إنه كانت أول زيارة خارج مصر من القاهرة للرئيس عبد الفتاح السيسي ذهابا إلى فين؟ إلى إفريقيا. كان رايح الجزائر برضو، كنا في 2014 وقتها، كان قبل ما يطلع الأمم المتحدة، وهكذا. محسن هو بيتكلم فبيقول إنه وإحنا لما بيجي نتكلم مع المستثمرين برا، فمثلا أكيد الرئيس والمجموعة الاستشارية اللي معاه والمجموعة المعاونة عندما يتحدثون مع المستثمرين، فبيجي يقول لهم إحنا عملنا كذا وعملنا كذا. الآن صار الذين، خد بالك محسن قال حتة رقم مهم قوي، أنا عايزكم تفتكروا الرقم الأولاني كان إيه زمان. 8000 كيلو من الطرق. أنت عارف إنه كنا الأول بنحلم ننجز 3600 كيلو، وصلنا إلى رقم 8000. وإوعى إوعى تسفه من هذا المشروع العظيم الكبير صاحب الأهمية القصوى، بل وصاحب الوضعية الفضلى، هو ومشروعات الطاقة. من غير طرق وكباري وطاقة لا تتكلم في استثمار ولا تتكلم في صناعة ولا تتكلم في زراعة. انسى. هو انت هتزرع في قلب الصحراء هتوصل المحصول ده بالايه؟ هتسقف له يخش مصانع بتاعه منتجات غذائيه، او هتعمل له كده فيطير على اوروبا؟ ده حتى الطريق اللي وصله للمطار ولا للمركب عشان تعرف تصدر لاوروبا مش موجود. فكنت هتستصلح ارض ازاي؟ طيب، وهو انا كنت هشغل مكن البيفوت اللي بيروي ده، البتاع العريضه دي اللي بتمشي في هتشغلها بالايه؟ ما انت ما عندكش طاقه. وكنت هتشغل المصانع بالايه؟ ما انت ما عندكش طاقه. طب وانتاج المصنع كنت هتخرجه للمستهلك المحلي، سيبك بقى من التصدير يا عم، ازاي يعني هيعدي من المصنع عشان يروح فين؟ ما هو حواليه رمله، فكان لازم طرق وكباري ومحاور. ده انا هنا مش بكلمك على اهميه ده بالنسبه للمواطن العادي اللي حياته بقت اسهل اسرع أوفر من حيث استهلاكات الطاقة على الأقل. يعني اللي عايز أقوله لك محسن الحقيقة أثار عندي مجموعة من الذكريات، مسلسل ذكريات طويل جدا من 2014 حتى هذه اللحظة، ذكريات كلها ممتلئة بالنجاح. إحنا ما عندناش حاجة وقعت ولا حاجة. هل علشان إحنا يعني جايبين دي، إحنا دي أنا وإنت وغيرنا، الرئيس هو رئيس الجمهورية، الحكومة هم الحكومة، احنا كمان اشتغلنا بايدينا. ما هو انت عندك اللي اشتغل مهندس، واللي اشتغل مزارع، واللي اشتغل على حفار، واللي اشتغل شايل الغلق على كتفه، واللي صمم العمارة، واللي اشتغل على رصف الطريق ورسمه الى اخره، كلنا اشتغلنا. هو انت متصور ان احنا ما اشتغلناش؟ وبالتالي انت لما بتتريق، انت بتتريق على شغلانتك انت؟ بتتريق على ايه؟ انت بتتريق ان الناس فتحت بيوت؟ أفواه اتملت بلقمة العيش وشربة مية نظيفة؟ إزاي؟ أنا مش بقولك تتريق ولا ما تتريقش، ده موضوعك أنت حر. هي المسألة كلها بالمنطق، ما تستسلمش لشوية عيال أسافل وتفة، عيال مش لاقي حاجة تقولها، عيال أتخن حاجة عرفوا يعملوها قالك أصل البنزين سنة 2014 كان ب17 قرش. ده البوست اللي داير على فيسبوك اليومين دول. يا بجد والله؟ وقال لك الرز في 14 كان ب4 جنيه، والنبي بجد كان ب4 جنيه في 14؟ ده باعتبار ان احنا كنا في اللفه وقتها مثلا فمش فاكرين. سيبك من البوست التافه، ما تستسلمش بس للكلام ده. فالازمه دي هتخلص على راي الانجليز باي هوك اور كروك. بمناسبه الانجليز، ده انتوا لو رحتوا لندن دلوقتي هتتخضوا. والله ما انصحكوش يعني. لا ولا اقول لك، لا ولا ما انصحكوش، اقعد اتفرج على فيديوهات من انجلترا، ده جد بقى، والمانيا وايطاليا، فيديوهات يضعها المواطنين، يفرجك على حال الشوارع والمحلات والسوبر ماركتس والمقاهي والشركات. لا 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 لا، مش عشان الاضرابات ولا بتاع، الحياه العامه في اوروبا وصلت الى اي مدى. فاصل ونكمل الكلام. We'll be right back.
بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، استقبل مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون وفدا من المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني وعددا من الإعلاميين، وهو ما يأتي تأكيدا على ما أحدثته مراكز الإصلاح والتأهيل من نقلة إنسانية في منظومة السياسة العقابية تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، زيارة اليوم لمركز وادي النطرون أعتقد أنها من الزيارات المهمة، لأنه كل زيارة بنلمس تطور في هذه المراكز. هذه المراكز اليوم أعتقد أنها بتقدم نموذج مشرف لتغيير كبير في السياسة العقابية. تنقل أعضاء الوفد بين مرافق المركز المعيشية والإصلاحية والتأهيلية، مع إتاحة الفرصة لهم للالتقاء بالنزلاء والاطلاع على أوضاعهم. السمة الأساسية هي الإنسانية، كل حد نلتقي معاه يحدثنا عن الإنسانية اللي بيتعامل بيها هو وأسرته والعائلة. شفنا الفرق بين سجون قديمة كانوا فيها وبين دور إصلاح جديدة على أحدث النظم نتباهى بها أمام العالم. أنا بدعو كل اللي بيتكلموا عن حقوق الإنسان يجوا ويشوفوا اللي حاصل هنا. ناس اتكلمت بكل حرية، قال إن إحنا دلوقتي غير زمان تماما، الموضوع مختلف تماما، وهم حاسين يعني في جملة مهمة، أنا حسيت بأدميتي، وده أمر محمود طبعا جدا. واضح إن النزلاء مرتاحين جدا، لأنهم جايين من مكان تاني بمقر احتجاز آخر، فهم أعتقد إن الفرق كبير جدا ما بين هنا والمقر الآخر. تجهيزات المركز تشمل خدمات طبية فائقة من خلال المركز الطبي الموجود به والذي اطلع عليه أعضاء الوفد. احنا النهاردة شهودين على التغير الواسع في مراكز الإصلاح. طلعنا احنا طلعنا على تجربة مرتبطة بحق النزيل في الغذاء، حقه في الصحة، حقه في الرياضة، حقه في العلاج النفسي والرعاية النفسية. أنا أول مرة أشوف المكان، وبالنسبة لي يعني المكان شيء رائع جدا، تطور هائل جدا. أنا حاسة إن أنا قاعدة في مكان متكامل بيعمل تنمية حقيقية. وأثنى أعضاء الوفد على برامج التأهيل المقدمة للنزلاء لإثقال مهاراتهم الفنية والحرفية للإسهام في دمجهم في المجتمع عقب انقضاء فترة العقوبة. هنا في إصلاح، في عمليات إصلاح ممنهجة وفق دراسات حقيقية، هنا في تعليم وتعلم، في مهن وحرف، وبالتالي فلسفة الإصلاح قائمة. والتأهيل أنا بأهله عشان يخرج للمجتمع بعد قضاء العقوبة في أفضل وضعية ممكنة. شيء محمود جدا إنه يتفتح، يعني يتم فتح مراكز إصلاح والتأهيل للزيارة، إنه الناس تشوف الأوضاع على أرض الواقع ولأي مدى هي ينطبق عليها هذه المعايير، وإنه الواقع هنا بيهزم أي حد بيحاول يشكك في مستوى الخدمات المقدمة داخل مراكز إصلاح والتأهيل. رؤية إصلاحية ذات بعد إنساني تطبقها وزارة الداخلية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، توفر حياة كريمة للنزلاء وتتيح لهم فرصة جديدة في الحياة، وهو ما أكده أعضاء الوفد. كل ما يمكن أن أنا أعنونه في عنوان عريض، أنسنة المؤسسات العقابية. أصبح الإطار العام إطار إنساني بحت. أصبح التعامل مع النزيل أو اللي كان اسمه بين قوسين مسجون إنه إنسان في المقام الأول، يخطئ ويصيب، وعندما أخطأ فبيعاقب، لا يجب أن يعاقب مرتين. وقبل ما نقول للناس إن إحنا عندنا مركز تأهيل محترم وفق النظم العالمية، بقول لهم الأول أنا آسف، استنى لحظة، عندي 12 أو 18 سجن تم إغلاقهم لأنه لم يتوافقوا مع الفلسفة المصرية الجديدة لحقوق الإنسان اللي أحد ركائزها الأساسية المؤسسات العقابية. في إرادة حقيقية للوصول لمنظومة للإصلاح والتأهيل تتناسب مع منظومة حقوق الإنسان، وفي ذات الوقت تساعد في تأهيل النزلاء
لحياة أفضل في بعد خروجهم من المراكز. شيء رائع جداً اللي احنا بنشوفه، محاولة تغيير النزيل وتحويله من السلبي للإيجابي، وده شيء إيجابي جداً، وده اللي احنا محتاجينه عشان لما يخرج يبقى يقدر يفيد المجتمع. طبعاً رؤية فاقدة ورؤية بتحترم الأدمية وتحترم حقوق الإنسان وتحترم المواطن المصري يعني بكل تصنيفاته. يعني أنا عن نفسي كنقيب إعلاميين بوجه الشكر للقيادة السياسية على هذه الرؤية الثاقبة المشرفة للدولة المصرية. إرادة حقيقية لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في شقها المتعلق بمراكز الإصلاح والتأهيل، نتاجها منظومة عقابية حديثة تبني معها النزيل من جديد وفقاً لقواعد إصلاحية وإنسانية تتوافق مع كافة المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، وهو ما يؤكده كل زائر لهذه المراكز. أولا أهلا بكم، ثانيا تعالى ناخد الموضوع كده إيه بالراحة كده ببساطة زي ما بتقال، ببساطة ولكن ليس بتبسيط. يعني إيه؟ إحنا عندنا النهاردة حاجة اسمها مراكز التأهيل والإصلاح. هتيجي تقول لي يوسف هي المسألة متعلقة بتغيير المسمى؟ لا، المسألة مش متعلقة بتغيير المسمى، المسألة متعلقة بالتغييرات الجوهرية اللي حصل. دي تالت مرة أروح وادي النطرون تحديدا، رحت أول مرة خالص وهو لسه بيفتتح أقل قليلا من عام، وبعدين رحت تاني بعدها مع وفد آخر، وبعدين رحت مؤخرا. أول حاجة عند واحد زي حالاتي أنا شخصيا، أنا تركيبتي كده يعني، ببص على بعض التفاصيل التي تبدو تافهة، يعني اللي هو إيه، أبدأ أبص مثلا على الإيه، على أكر الأبواب، على الأركان بتاعة الحيطان، على اليفط عاملة إزاي، أبص مثلا على الأسرة بتاعة المرضى في المستشفى، أبص على الأوض بتاعة العناية المركزة، ببص على الأجهزة، ببص عليها أنا هل أنا فاهم حاجة في الأجهزة إطلاقا، أنا ببص بشوف يا ترى هل ترى هي لسه بنفس جودتها، لسه بنفس حالتها وكأنها لسه جاية امبارح، يا ترى هل ترى بالمختصر المفيد هي زي ما كانت أول يوم جينا فيه هنا تقريبا من حوالي 10 أشهر أظن ولا لأ؟ يعني هل أصابها مثلا الإهمال، الإهتراء، ما بتعمل لهاش صيانة إطلاقا؟ خد بالك في كده جملة عندنا في مصر دايما نقولها، يقول لك إيه لسه جديد بشوكه، فاحنا رحنا أول مرة والحاجة لسه جديدة بشوكها، واللي تعودنا عليه في حياتنا عموما في مصر الحاجة وهي لسه جديدة بتبرق كده وبتلمع، عدى عليها 2-3 شهر بكتيره تبدأ تشعر بتهالك الأشياء. في وادي النطرون ما حصلش كده، ده معناه إيه؟ على طول كده معناه إنه هناك صيانة دائمة واعتناء كامل بكل تفصيلة موجودة مهما كانت بسيطة. ده واحد، إذا كان الاعتناء بهذا المركز يصل إلى هذا الحد، ده معناه أنه الاعتناء بنزلاء المركز يصل عند أعلى من هذا الحد، لأنه اسأل نفسك بمنتهى البساطة، وزارة الداخلية، جمهورية مصر العربية اتكلفوا كل ده ليه؟ هو ما فيش حد طالبهم بكده بالمناسبة، يعني ما فيش حد قال لهم يا جماعة غيروا لنا الشكل بتاع المؤسسة العقابية سابقا لتتحول إلى مركز للتأهيل والإصلاح خالص. دي رؤية الدولة ومن تحتها رؤية وزارة الداخلية، هم اللي عايزين كده. دي حاجة، حاجة التانية، وإحنا كدولة كوزارة هندفع كل الفلوس دي علشان إيه؟ ما هو علشان النزيل اللي موجود، مش عشان يبقى في عندي مبنى شياكة. طب ما خلاص كنت عملت مباني شياكة، عملتها أي شيء تاني، يعني عملتها لأي غرض آخر غير أنها تبقى مركز للتأهيل والإصلاح. طيب وما معنى التأهيل والإصلاح؟ هقول لك برضو، لأن شفته من أول يوم مرورا بالزيارة، في الزيارة التانية، ذهابا إلى الزيارة التالتة، أنه الناس النزلاء اللي جوه
هم طبعا انا مش بقول لك هم يعني هم بيتعاملوا هي بنفس الطريقه. ده واحد. اتنين، هو نفس الانشطه اللي معموله جوه هي. طيب ده معناه ايه؟ معناها انه هناك اصرار على ان احنا بدانا هذا المشوار في ان احنا نعمل مراكز للاصلاح والتاهيل. يعني انا عايز اصلحك اولا نفسيا، وعايز اصلحك اجتماعيا، وعاوز ااهلك علشان تدمج في المجتمع بعد ما تقضي هذه المده. رئيس الجمهوريه قال مره جمله حلوه جدا، أول حديث حصل على مركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون كان في هذا البرنامج على لسان فخامة رئيس الجمهورية. قال إحنا قريبا هنفتتح مركز التأهيل، وهتشوفوا حاجة مختلفة تماما، لأنه خد بالك بقى هنا دي ذهنية الدولة، لأنه مش المفروض البني آدم يتعاقب مرتين، هو هيعاقب على الجريمة اللي ارتكبها بإيه؟ تقييد حريته، لكن مش هعاقبه مرة تانية بأن أنا أقعده في مكان غير جيد وغير صالح، ولا هعاقبه مرة تانية بأن أنا ما صلحش منه سلوكيا وأؤهله مهنيا واجتماعيا ليدمج مرة تانية داخل المجتمع. أنا مش عاوز أعاقب الناس مرتين. فده اللي حاصل في المركز بتاع وادي النطرون على سبيل المثال، انه ايه؟ انه يا جماعه احنا عايزين الناس دي تطلع مواطنين زيهم زي اي مواطن صالح منتج في هذا المجتمع. فجوه هتلاقيه مش بس بيصلح نفسيا، ده كمان بيتعلم حاجه، ده كمان بيتعلم مهنه، حرفه، مهن تكنولوجيه زي اصلاح الموبايلات وصيانه الدش ومش عارف ايه وحاجات زي كده، بيتعلم ازاي يعمل موبيليا زي اللي انتوا شايفينها كده، بيتعلم ازاي يزرع وفي هناك مشروع صواب محترم جدا، بيتعلم ازاي يشتغل في التسمين للمواشي وهناك في مشروع كبير ومحترم جدا، بيتعلم ازاي يشتغل في مساله تربيه المواشي لاجل مش عارف الالبان، انتاج الالبان وهناك في برضه مشروع كبير ومحترم جدا، كذا الحال فيما يتعلق بالدواجن. علمك انا مش عامل المشروع وجايب ناس من بره تشتغل فيه علشان يبقى فيه اكتفاء ذاتي فناكلك، لا انا عايزك انت هتنتج بايديك، ده نمره واحد، فتتعلم اهميه العمل والانتاج وتثق في نفسك وتقدرها وتحترمها ذاتيا، ان انا اقدر اشتغل واكسب بالحلال وبعرق جبيني. ده واحد. اتنين، اي تافه بمعنى الحرف تافه هيشكك في اللي بقوله يروح يسأل وراي. هتقولي يعني هو من يشكك هو تافه؟ هقولك لا، اللي عاوز يشكك وهو عاوز يوصل للحقيقة شيء، واللي عاوز يسفه من الواقع ده شيء تاني. فمن يسفه الواقع هو تافه. أيوة فندم، الناس النزلة اللي هناك دي عمليا بتشتغل بفلوس، يعني هو ليه إنتاجية وساعات عمل وكفاءة وجودة عمل زيه زي أي حد في أي حتة بيشتغل، قطاع خاص ولا قطاع عام، وبالتالي بيحقق في آخر الشهر حصيلة مالية طبقا لهذه الإيه؟ العوامل. هذه الحصيلة المالية بتقسم على نصفين، نصف بيرسل لأهليته اللي هو بيختارهم، أب أم زوجة اللي هو عايزه من أهليته، والخمسين في المية التانية بتتحط له في حسابه جوه المركز عشان لما يخرج يلاقي معاه قرشين. يبقى أنا ما بعاقبش أهليته، أنا ما بعاقبش عياله، هو أخطأ فمقيدة حريته، لكنه بيعمل داخل المركز عشان يعرف يصرف على العيال بره، على أمهم، على أبوه، على أمه، على أخته. طيب والمبلغ اللي بيتحوش له جوه ده عشان لما يخرج يعرف يبقى فيه معاه قرشين يبدأ بيهم شغلانة حلال، بالمناسبة وبتتم مساعدته من الوزارة عشان يعرف يلاقي شغلانة حلال. ده المعنى. لعشان كده هي ما هياش مؤسسة عقابية، عشان كده هي ما هياش سجن، هي تقييد للحرية بس هي مركز للتأهيل للإصلاح. أنا بصلح منك وأؤهلك للمجتمع، ده الأساس، دي فلسفة هذا المركز، دي فلسفة هذا القطاع في وزارة الداخلية. الجوهر هو ما تم تغييره وتطويره وتعديله علشان نوصل للي حضراتكم شايفينه ده، مش الشكل. على كل، تعالوا ننتقل لموضوع تاني بقى متعلق
بمجلس النواب. خطة النواب اللي هي لجنة الخطة والموازنة بتوافق على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد. وطالما تحدثنا في هذا الموضوع خلونا ناخد معانا على التليفون نشوف يا ترى بقى هل ترى التعديلات إيه يا سيادة النائب. سيادة النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهلا أهلا أهلا. اهلا وسهلا يا معالي النائب. كيفك يا منعم؟ انا يوسف يا عم معالي النائب، انا صاحبك. عامل ايه؟ ده احنا اصحاب من سنه سيدنا ايش من قبل المجلس. قول لي التعديلات اللي بصدد خروجها الى النور زي ما بيتقال من عندكم في لجنه الخطه والموازنه، تحديدا التعديلات الخاصه بالقانون بتاع قانون الضرائب الموحده. بالظبط، هو يعني هذا التعديل اعتقد اثار صخب كبير جدا بمجرد نشره خلال الأسبوع الماضي، واللي تداول يعني كتير من الشائعات حوالين أنه ده بيكشف عن سرية الحسابات للمودعين وغيرها، واللي أعتقد أكتر من جهة سواء كنا في لجنة الخطة والموازنة، هيئة المكتب، أو حتى مصلحة الضرائب، أو حتى وزير المالية بنفسه طلع وضح للناس. والنهاردة كان عندنا مناقشة هذا القانون، واللي أعتقد أنها كانت مناقشة سرية للغاية. أنا حتى أصابت فيها أن أنا أسأل في كل الأشياء التي يعني خطرت في ذهن الناس حوالين هذا القانون، وبوضوح شديد كده عشان نبقى مفاهمين الدنيا، في سنة 2016 مصر انضمت للمنطقة الدولي للشفافية وتبادل المعلومات الضريبية، وده تجمع فيه 160 دولة. الغرض من هذا التجمع هو أنه مكافحة التخرج الضريبي العابر للحدود وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية لرعاية الدول الأعضاء في الداخل والخارج. يمكن مصر خلال السنوات اللي فاتت يعني كانت من الدول اللي تأخرت يعني أو حدد أنها تاخد وقتها في مسألة الانضمام لي أو تفعيل دورها في هذه الاتفاقية، ولكن احنا خلاص بقينا قدام أنه خلال الشهر ده هيبقى فيه يعني لجنة بتراجع التزام كل الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية، وبتحاول تحطهم في تصنيفات ما بين متوافق ومنخفض وغير متوافق. وطبعا دي بلا إجراءات في التعامل مع دول العشرين الصناعية الكبرى، وبالتالي احنا بنحاول جزء من الدولة بتحاول تعمله الفترة اللي فاتت هو انها مسألة بقى ان احنا نلجأ للضوابط الالكترونية ومكافحة التهرب الضريبي. ولكن بقى كانت الأسئلة الموضوعية النهاردة اللي بنسألها حوالين هل هذا الأمر بشكل أو بآخر له علاقة بكشف عن حسابات أو سرية الحسابات اللي موجودة للعملاء. فكان رد النهاردة البنك المركزي واضح جدا بأنه مشروع القانون ده ملوش أي علاقة بهذا الأمر، وإن الموضوع بيتكلم حوالين الأجانب اللي فقط اللي موجودين في مصر وممكن يكونوا بيعملوا معاملات ضريبية في دولهم عايزة تتأكد. وحتى يعني النهاردة وكيل بنك مركزي في مناقشة طويلة معاه قلت له أنا عايز مثال، فكان في مثال مثلا حوالين حد ياباني مقدم في اليابان مثلا إنه اشترى حاجة لها علاقة من مصر للمشاركة في منتج ما، ولما جم بيتأكدوا فاليابان بتبعت هل المعاملة دي تمت أو لا، فطلع أنه أصلا ما حصلش وأنه ما فيش مركب زي دي طلعت وأنه ما فيش أي شراء من ده تم. وبالتالي هي المسألة هنا لها علاقة بالمساعدة في ضوابط من هذا النوع. وكيل بنك مركزي أكد النهاردة أنه القانون ده بيخاطب العملاء الأجانب داخل مصر فقط، وأنه الموضوع ملوش أي علاقة بحسابات المصريين بالبنوك. وبالتالي بعد مناقشة مستفيضة لقينا ان الموضوع ده يعني مفيد للدولة المصرية في انه بيساعد، اولا بيحطنا في اطار اكتر من الحوكمة والشفافية مع دول العالم، خاصة ان احنا بنتكلم عن منظمة OECD وهي منظمة مهمة بتتابع الفنيات دي زي ما شرحت لحضرتك، وبالتالي بتساهم في حوكمة منظمة ضريبية عالمية. فالمناقشات النهاردة كانت مستفيضة وانتهت اللجنة للموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ والتعديلات التي طيب ده كلام حلو جدا يا منعم.
وصلنا إلى بيت قصيد أنه لا يا جماعة الموضوع ملوش أي علاقة بكشف الحسابات في البنوك أو اختراق سرية الحسابات المصرفية في مصر. أنا بقى عندي سؤال، بما أن احنا بنتكلم على مسألة حوكمة النظم الضريبية في الدول ما بينها وبين بعض، وبالتالي احنا طلعنا هذا التعديل المتعلق بقانون الإجراءات الموحدة، هل احنا عندنا شيء ما يحول دون الذهاب إلى ملاذات ضريبية؟ ساعات كتير مش بس في مصر، في دول كتير جدا في الدنيا تلاقي في أنواع من رجال الأعمال يحب يعمل إيه؟ يفتح 17 شركة في كيمن آيلاند، يفتح 20 شركة في موريشيوس. دي بتبقى دول اللي بنسميها دول الملاذات الضريبية، الضريبة اللي بتبقى فيها 1% و2% وحاجات زي كده. فيبقى عمليا هو فاتح الشركة نشاطها قائم هنا بس جواها شركة كتير أجانب، بس مع ان هم الأجانب دول مهماش أجانب ولا حاجة، دي شركات بس في جزر العذراء لكنها ملكه هو وشركائه الآخرين. فيجي يقول لك إيه، انا لازم احول ارباحي للأجانب فهبعتها على جزر العذراء مثلا. دي طريقة. والطريقة الثانية انه يبقى هو عنده نشاط ما فليكن في النشاط السياحي، ولانه فاتح الشركة بتاعته ليها فروع او عنده شركاء اخرين في برضه في دول الملاذات الضريبية، فلما بيجي يورد لي الدولارات اللي المفروض يوردها لي عن نشاطه القائم على جلب السائحين الى مصر، بيورد لي النزر القليل والباقي برضه بيطلع على الملاذات الضريبية. هل انا عندي شيء ما سوف يحكم مثل هذه التفاعلات لو صح التعبير؟ هذه الاتفاقية يعني جزء منها هذا الأمر. هو الاتفاقية دي يعني المجتمع الدولي بشكل رئيسي عملها وربطها بعدد من الأمور على رأسها إنه زي ما ذكرت لحضرتك إنه دول مجموعة العشرين هي تقريبا بتنتج 85% من الإنتاج العالمي وبتتحكم في 70% من التجارة العالمية. وبالتالي انضمام الدول لهذه الاتفاقية مهم، لأنه الدول التي لا تلتزم بالاتفاقية دي بتحصل بطبيعة الحال على تقييم منخفض، وبالتالي بيحصل لها بعد كده تدابير تحفظية على أعمالها، وطبعا ده بيأثر عليها فيما يتعلق بالاستدانة من الدول الأخرى أو حتى المنح. دولة حتى زي سويسرا اللي معروف عنها بالحسابات السرية انضمت لهذه الاتفاقية وفعلت هذا الأمر. وبالتالي الفكرة في هذا الأمر أنه هذه الاتفاقية والانضمام لها وتفعيل الدور ليها بشكل أكبر، ده بالعكس بيساهم في ده، لأنه أنا النهاردة عندي الشركة دي برة، فأنا النهاردة عملت معاملة مع مصر، فأنا برجع لمصر وبرجع البنك المركزي. ولكن بقى جزء من المسألة عشان الموضوع برضو ما يبقاش مفتوح ويصير بعض القلاقل، الموضوع بيتعامل عن طريق فورم معينة بتتم عن طريق المنظومة الدولية وهذه الاتفاقية الدولية، وبالتالي بيتطلب فيها إجراءات وبيانات محددة. هذه البيانات لما بيتم تدخيلها بيبقى من حق الدولة أنها تفصح عن الحساب ده بالتعاون طبعا مع البنك المركزي. أعتقد أنه هذه الاتفاقية هي نقدر نقول عليها باب أولي يحللنا جزء كبير جدا من الإشكاليات اللي حضرتك قلت عليها، ومنتظر أكتر كمان إنه مع الفترة الجاية وإعادة النظر في عدد كبير من الأمور، مع كمان مسألة الفاتورة الإلكترونية وتوسيع عملها، أعتقد إنه ده مع إن أنا بدخل اتفاقية دولية بهذا الشكل فيها أكتر من 160 دولة، ده هيبتدي يبين لي حاجات كتيرة جدا من هذه الممارسات اللي البعض بيحاول يتلاعب بيها عشان إما إنه ياخد دولار من الدولة ويهربه للخارج، أو إنه ما يديش للدولة حقوقها اللي المفروض تاخدها عن عمليات بتتم بداخلها أو من خلال نشاط اقتصادي بيها، وعلى الشخص ده إنه يدفع ضرائب زي ما أي مواطن مصري يدفع ضرائب بحيث ما يبقاش بيتنفس. والله يا منعم عايزين نقعد كده نفكر إن إحنا نشتغل على ملف، والله تعالى نشتغل عليه أنا وأنت، إن إحنا عاوزين نعمل حصر للشركات اللي جواها شركات أصغر موجودة في دول الملاذات الضريبية، ونشوف ترى هل ترى هم بيعملوا كده ليه وبيطلعوا قد إيه وحجم اللي بيخرج وكأنه قانوني باعتبار إحنا ده شركة أجانب يا جماعة جايين من العذراء، معقولة؟ يعني دي حاجة. والحاجة التانية هي فكرة بحث الضرر السابق ليس فقط اللاحق، ما هو في ناس راحت على سويسرا وبعدين بخ خلاص كده الحسابات بقت هناك، وفي منهم بقى اللي تم الافراج عن حساباته ايه وهتبقى حدوته،
مش هورطك معايا في كلام. حتى واحنا النهارده بنتناقش انه لو كان الاتفاقيه دي تم تفعيلها من زمان، من قبل ثوره يناير، كان ده يعني ادى لمنع اموال كتيره جدا خارج البلد في هذا التوقيت. والله. وبالتالي انت النهارده ده مساله مهمه. يعني انا في الاول، اول ما حصل حاله الصخب ده زي كتير من المصريين، كان عندي تساؤلات، والنهارده انا حتى في اللجنه يعني النقاش كان طويل، وانت عارفني الطبع، يعني سالت كل الاسئله اللي طبعا ممكن تكون بتخوف الناس، وبصراحه الناس ردوا علينا ردود شافيه ووافيه في هذا الامر، خلت اطمئنيت انه هذا الامر للمصلحه العامه للدوله، وان شاء الله نجد منه بشائر خير قريبا في الحد من مساله التهرب الضريبي، لانه دايما هنفضل نقول ده، انه ما ينفعش يبقى انا عندي مواطن موظف غلبان بياخد 3000 جنيه حد ادنى للاجور، انا باخد منه ضريبه من المنبع من قبل ما ياخد مرتبه، بخصم منه الضريبه، وناس تانيين بتحقق ارباح بالملايين بتتهرب وفي ضابط عليها، بالتالي المساله ده جزء من العداله اللي لازم يتم طبعاً. عشان يبقى كله بيؤدي المستحق عليه وللدوله بدون تهرب. صحيح. انا بشكرك جدا 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 سياده النائب عبد المنعم امام، امين سر لجنه الخطه والموازنه بمجلس النواب ورئيس حزب العدل. طيب، عاجلا وصل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول الإفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة، وتعزيز الشراكة الإفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي، وتيسير اندماج الدول الإفريقية في الاقتصاد العالمي. أنا لسه مستمر معاكم في بيان المتحدث الرسمي، وبعد كده هرجع لكم يعني بعض الحديث. ليه؟ للاستفادة، مش ليه أنا هرجع لكم، ليه أكمل لكم ليه مسألة الدمج الاقتصاد الإفريقي جوه الاقتصاد العالمي، للاستفادة مما يوفره من فرص ومزايا في تحقيق النمو الاقتصادي ونقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبي. أضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى الولايات المتحدة يتضمن عدة لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، وده لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ما بين البلدين، وبطبيعة الحال وبالتأكيد على نحو يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كمان من المقرر أنه يعقد فخامة الرئيس السيسي لقاء مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الأمريكي لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين. كمان يجتمع فخامة الرئيس على هامش القمة بعدد من رؤساء الدول والحكومات التي تشارك في هذه القمة للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية. تعالى بسرعة أقول لك على يعني وإحنا بنقرأ أو إحنا زي ما كنا بنقرأ البيان. خدت بالك أنا كنت بسأل زميلي وصديقي محسن سميكة، بقول له هل تم إعلان أجندة النشاط الرئيسي في الرئاسي في واشنطن؟ قال لي يعني بالتأكيد الرئيس هيعقد مجموعة من اللقاءات مع كبار المستثمرين، مش بس مع رؤساء الدول، وفي أمور بتتم بالشكل البروتوكولي المعتاد، وفي أمور بتبقى واضح أنها يعني تم الاستعداد والترتيب لها حتى من قبل السفر. خلي بالك أنه مجتمع رجال الأعمال الأمريكي مجتمع صعب وسهل، بمعنى كسبان جاي لك، مش كسبان ما بيعمل نفسه مش واخد باله، أو يجلس على المائدة في الإطار البروتوكولي بمنتهى اللطافة وحاجات زي كده وبعدين بخ. ومجتمع رجال الأعمال الأمريكي، ودي طبيعة رجال الأعمال بشكل عام ولا مشكلة في ذلك، ويبحث عن مصلحته الأصيلة أولا، لكن لما بيلاقيك مش مستعد، خد بالك بقى، مش مستعد إنك تخسر في مقابل إنه يبقى متواجد عندك، هو بيزيد احترامه ليك. ليه بقى؟ لأنه بيبقى عارف إنه قاعد مع ناس
فاهمة. هنا خد اللقطة دي وارجع كده يعني بظهرك شويتين على شرم الشيخ. شرم الشيخ مصر لما قعدت على موائد التفاوض للاستثمار كانت قاعدة وهي خاوية الوفاض، خالية اليدين، ولا قاعدة وهي جايبة معاها أوراقها المتستفة المترتبة 100 فل و14؟ بصوا يا جماعة، مناطقنا الاستثمارية هي 1 2 3 4، مشروعاتنا اللي احنا مقبلين عليها 1 2 3 4، حجم هذه المشروعات هيبقى كذا، حجمها الاستثماري كذا، حجم العمالة كذا، التكنولوجيا المطلوبة هيبقى كذا، الشراكة المصرية هتبقى كذا، الشراكة الاستثمارية رأس مال أجنبي مباشر أو رأس مال أجنبي مباشر حكومات أو مباشر في غير الحكومات، رجال أعمال هيبقى كذا، احنا جاهزين. طب المناطق دي، المناطق دي بقى بص يا سيدي، دي عند مواني كذا، ودي عند مطارات كذا، ودي عند طرق برية كذا، ودي عند مواني جافة كذا، ودي بنوفر لها طاقة بالأسعار الفلانية، لو احنا مضينا دلوقتي، لو مضينا بعد أسبوع بعد شهر يبقى السعر مش كل حاجة كانت مترتبة، كل الأوراق كانت جاهزة. فاستطعنا ان احنا نوقع ما بين اتفاقات التنفيذ وبروتوكولات التعاون ما يقترب من 85 مليار دولار في شرم الشيخ. تفتكر احنا رايحين امريكا باذن الله وراجعين بايه؟ قول ان شاء الله. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى لما يحب يجبر بخاطر حد، اهو جبر بخاطر ميسي. اه والله، يعني بعد هزيمه ساحقه هزمتها الأرجنتين وفازت فيها السعودية، خد بالك، وميسي مسك راسه ونهار وحاجة اللي هو لا يمكن لا يمكن، ربنا برضو إيه شاء إنه يجبر بخاطره. فمنتخب الأرجنتين يكسب المباراة بتاعته مع كرواتيا 3-0 كده، خلاص طالع نهائي، الحمد لله على السلامة. آه طب وبعدين يا جماعة، ده معناها بقى إنه المغرب إن شاء الله يا رب يا رب يا رب تكسب فرنسا وتطلع المغرب تلعب مع الأرجنتين. طبعا أنا أحلامي بقى إيه، أحلامي كبيرة، ويا سلام سلم لو المغرب هزمت الأرجنتين كمان وتبقى المغرب أول منتخب عربي ياخد المونديال. يا خبر أبيض، إيه ده، ده يبقى حدث الأحداث، أقيموا الأفراح والليالي الملاح فعلا، حاجة بقى ساعتها تدعو إلى تفاؤل كل المنتخبات العربية، يعني نحس بقى كده إنه الإيه البوابة اتفتحت لنا جميعا، المغرب تبقى خطت برجلها. وبالمناسبة هي كده كده المغرب عملت بالفعل إنجازها التاريخي. خلونا ناخد معانا على التليفون ناقدنا الرياضي الكبير والمحترم والبارز صديق العزيز أحمد درويش. أبو حميد. أستاذ يوسف وحشني. عامل إيه؟ وحشني أكتر. أخباركوا إيه؟ ربنا يخليك. دايما بستمتع بيك. والله يا حبيبي ربنا يخليك، ده احنا اللي بنستمتع بيك. كلمني على مباراة الأرجنتين وكرواتيا وقول لي توقعاتك للمغرب وفرنسا. مبدئيا هو تحدي صعب جدا ليونيل ميسي، يعني انا سامع حضرتك بتتكلم عن ميسي واما تاخد صدمة في اول بطولة ودي من المتوقع ان تكون النهاية او سطر النهاية في تاريخك. فميسي طبعا دي كانت القطعة الناقصة عشان يقفل اللعبة، انه ياخد كاس العالم بالبلدي كده. دايما ميسي بيتحط في مقارنات مع اساطير كبيرة فبيقول لك لا، مثلا يعني مع مارادونا يقول لك مارادونا جاب كاس العالم 86 لوحده منتخب الارجنتين. صح. ميسي عمل ايه؟ بيليه جاب 2 كاس عالم للبرازيل وهو لسه صغير وهو بيختم، ميسي عمل ايه؟ طيب القطعة الناقصة في تاريخ ميسي مع الارجنتين قد تكتمل، لكن النهارده ميسي عمل شويه ارقام قياسيه كده يا استاذ يوسف لازم المشاهد وهو معاك يبقى عارفها. قول لي. يعني عارف ان هو كده بقى اكتر لعيب في تاريخ كاس العالم خد ماتشات 25 مباراه كده، عادل رقم الالماني ماتيوس بتاع المانيا. ده انجاز لميسي. حلو. ميسي النهارده بقى 19 مره اكتر لعيب بيحمل شارط قياده منتخب في كاس العالم، 19 مباراة كده عدى ماركيز بتاع المكسيك، ده رقم قياس، احنا بنتكلم عن الناس بقى الهداف التاريخي منتخب الارجنتين في كاس العالم وعدى جابرييل باتيستوتا الهداف التاريخي. بقى عنده 11 هدف ولسه عنده ماتش سواء نهائي قصدي ماتش النهائي، ماتش النهائي طب ممكن يزود اهدافه.
كده بقى سادس لعيب في تاريخ كاس العالم اللي بيسجل اجوان في دور 16 ودور 4 ودور 8، دور 8 ودور 4، ده رقم قياسي. اكبر لعيب في تاريخ كاس العالم يسجل 5 اجوان في الكوره. النهارده ميسي مواليد شهر 6 87، يعني 35 سنه ونص، ده رقم قياسي. الاخير بقى عشان ايه نقفل الصفحه دي، بقى اكبر لاعب في تاريخ كاس العالم بيساهم ب 20 جول، يعني سجل 11 وعمل 9 اسيست، زي مثلا الاسيست الاخير اللي انت شفته في الهدف الاخير بتاع كرواتيا. ادي ميسي. فكده ميسي ناقصه ايه يا استاذ يوسف؟ انه يطلع على المنصه، وهذا ما لا نتمناه عشان في وجود منتخب عربي معانا بنحبه ونشجعه وندعمه، هو منتخب المغرب. حلو قوي. ميسي تاريخ حافل، اسطوره لن يتكرر. طيب كده ادي ميسي. كده ميسي. تعالى بقى ندخل على مباراة مرتقبة منتظرينها بفارغ الصبر، المغرب وفرنسا. شوف، المغرب أطاحت بالمستحيلات في كرة القدم. يعني عشان نقدر نقول لك إن المغرب فرصتها صعبة وي على الورق، لكن منتخب فرنسا هو نفس منتخب فرنسا اللي هزم من تونس. كان ما كانش فيه لعيبة أساسية كتير بتلعب وي هزم من تونس. المغرب مين فينا كان يحلم ان منتخب المغرب حتى في مجموعه فيها بلجيكا تاني العالم في التصنيف وكرواتيا وصيف النسخه الاخيره من كاس العالم 2018 يصعد على حسابهم منتخب المغرب كاول؟ مين كان يقدر يتوقع او يحلم ان منتخب المغرب يوصل نصف نهائي كاس العالم وما دخلش مرماه غير هدف عكسي من مدافع المغرب؟ محدش كان يوصل كده. فعشان اقول لك ان من المستحيل ان يوصل كاس العالم او نهائي كاس العالم، زمن المستحيل انتهى بما فعله المغرب كافريقيا وكعرب. اللي بيحصل في كاس العالم 2022 حطم كل المستحيلات. نحن او احنا بالبلد يعني بنحلم زي انت ما بتحلم كده، بنحلم بسيناريو مغربي في نهائي كاس العالم. فرنسا فيها مبابي، فرنسا فيها جريزمان، فيها جيرو، فيها عد حدش ولا حرج. لكن المغرب عندهم مدير فني واقعي، لازم نتكلم عن مدير فني اول يا استاذ يوسف، عشان تصريحاته النهارده تدرس. وليد الركراكي. قال ايه وليد الركراكي يا استاذ يوسف النهارده في المؤتمر الصحفي؟ قال لهم مين قال لكم ان انا سعيد ان انا وصلت نص نهائي كاس العالم؟ انا بحلم اوصل نهائي كاس العالم. يا عيني. يعني طموحي من الاخر، مع ان احنا ايه؟ احنا فرحانين وطايرين. انا طموحي اوصل نهائي كاس العالم. عارف الركراكي لو وصل نهائي كاس العالم هيقول لك ايه؟ انا طموح اكسب، انا جاي اكسب كاس العالم. بيعلي سقف الطموح لعيبته ولفرقته ولشعبه والوطن العربي والقاره الافريقيه. دور الكومبارس انتهى، او التمثيل المشرف حطمته او حطمه منتخب المغرب السنه دي. عشان كده بقول هو علي سقف الطموح لينا جميعا. فاحنا نامل مواجهه على ارض الملعب صعبه جدا، لكن بالحماس والروح والجماهير، المغرب بيلعب في قطر كانه بيلعب في دار بيضاء او طنجه. اوكي. بالتالي محصن بدعوات الملايين. حلو. الناس بتدعي، نامل وننتظر، ويا رب يا رب يا رب. احنا منتظرين الماتش بكره، وهتلاقينا برضه عمالين بنزن عليك بقى ايه اللي هو اول ما هتلاقي الماتش بيخلص هتلاقينا احنا قاعدين كده ايه، الحقنا يا احمد يا درويش، عايزين ساعتها نفرح سوا. يا رب باذن الله خير باذن الله. اشكرك جدا 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 يا احمد، ويا رب يا رب المغرب يفوز بكره باذن الله ويوصل بقى كده للنهائي، ويا رب ياخد النهائي. ساعتها بقى هقول لكم ايه اللي بيدور في دماغي. اصل انا عندي خطه كبيره قوي للمنتخب المصري، طبعا ماليش اي علاقه بالكوره بس برضو عندي خطه. فاصل ونعود مره اخرى بعد الفاصل مع ضيفنا العزيز كاتبنا الصحفي الكبير والمحترم الاستاذ احمد الخطيب رئيس تحرير جريده الوطن. استنونا بعد تقرير وفاصل نبدا الكلام.
بص، هو طبعا من اجمل الحاجات انه يبقى ضيفك صديقك واخوك، ده واحد. اتنين، انه يبقى في عندك زحمه في 5000 حاجه عاوز تتكلم فيها. فخلوني الاول ارحب بضيفي العزيز، انا اعتبره صاحب بيت، مش بس عشان هو صاحبي واخوي، بس هو صاحب بيت جدا يعني. ضيفنا العزيز كاتبنا الصحفي الكبير احمد الخطيب، رئيس تحرير الوطن. نورت. عامل ايه؟ كله تمام؟ ازيك؟ عامل ايه؟ الواحد مش عارف يبدا من فين ولا من فين، بس الاول خليني اتكلم على الملف اللي عملته على مغرب. فوز المغرب. ديما يا مغرب. ديما. يعني ايه ديما يا مغرب؟ ديما كلمة درجة مغربية مشهورة زي تحت مصر كده. يعني دايما بتقال في الاحتفاء، الاحتفاء لما يكونوا فرحانين، اي فرح قومي شعبي في المغرب ليه علاقة بالدولة، واي فرح ليه علاقة باي مناسبة علاقة بالدولة دايما نقول لك ديما، زي عندنا احنا نقول تحيا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر. احنا اخترنا الجملة احتفاء بالفريق المنتخب الكروي المغربي، لانه ده حدث مش لا يخص المغرب فقط لا غير، ده يخص المنطقه كلها ويخص افريقيا كلها. صح. احنا فرحانين قبل فرحهم ومع فرحهم وبعد فرحهم. ام الدنيا بتفرح لكل، ام الدنيا بتفرح باسود الاطلسي. ده كانت الفكره يعني، وكانت فكره من مجلس التحرير في الوطن، ان احنا لا لازم المنتخب المغربي لازم يعني نرصد في الوطن هذه الفرحه الضخمه والكبيره، ويعني احنا نتمنى من ربنا ان تعود، ونتمنى ان هو تحصل تتكرر في كل البطولات العالميه، بس قلنا نلحق نمسك في اللحظه زي ما بيقولوا الاستاذ هيكل، امسك اللحظه يمكن ما تتكررش. فمسك الوطن طعمها مختلف عن شقيقتها، وده شيء جيد يعني، على كل شقيقه ان يكون لها طعم، بس الوطن فعلا حقيقي والله بدون اي مجامله. لا والله العظيم. يعني احنا كنا بنتكلم انا وانت من كام يوم على مثلا الملف بتاع سيدنا الحسين. بنتكلم دلوقتي مثلا على ملف المغرب وهكذا. ففي طعم وفي لون ليها نكهتها الخاصه، وتبدو او لازم تستشعر انها نكهه صحفيه قريبه جدا للمصريين جدا. هنا بقى هسال، نكهه الوطن في الزياره بتاعه واشنطن، الرئيس مسافر واشنطن، قمة أمريكية أفريقية، العديد من الملفات هتناقش، ملف النهضة أنا أظنه هيبقى من أبرز الملفات اللي هتطرح على المائدة، زي ما هيبقى في ملفات أخرى متعلقة بالأوضاع السياسية في المنطقة ووضع الفلسطيني، وهيبقى أكيد في كلام على الوضع الاقتصادي، يعني في 5000 حاجة. احنا برضو عملنا ملف عن في عدد النهاردة، ملف العلاقات المصرية الأفريقية، العلاقات أيوة. المصرية الأمريكية، ملف ضخم استعرضنا فيه كل المعلومات الخاصة بالعلاقات. أمريكا بالمناسبة قارة يوسف، طبعا قارة زيها زي أفريقيا بالمناسبة. 52 ولاية. أنت عندك تقريبا في أفريقيا حاجة و50 دولة. 54 دولة. 54 دولة. أنت بتتكلم دولتين يعني، ما حدش يقول لك بس دي أمريكا ودي أفريقيا، لا، وهي أحجام الولايات قد أحجام الدول بالظبط يعني كده. أمريكا قارة في عدد سفر ساعات سفر داخل الولايات المتحدة بيتعدى 10 ساعات داخل سفر داخلي. انت عندك توقيتين من الساحل الشرقي على الاطلنطي للساحل الغربي على هادي. توقيتين تانيين خالص. بالظبط، عشان انا سمعت اصوات يقول لك يعني معلومه كل رؤساء الدول الافريقيه يروحوا امريكا. يروحوا. هيروحوا. ما برضه الرئيس الامريكي بيجي يعمل، وده على فكره ملف بتاع الملف مصر افريقيا. بالظبط كده. مكاسب منتظره. بالظبط كده. هنا انت بتتكلم عن قارتين، مش قارة ودولة. البعض بيقول لك دي قارة 54 دولة يروحوا لدولة، 54 دولة يروحوا لدولة واحدة. لا، الولايات المتحدة أكبر دولة في العالم، دي قارة، دي 52 ولاية، وزي ما أنت قلت الولاية الواحدة قد كذا دولة أحيانا. صحيح. في أفريقيا مع طبعا جنب الإمكانيات الهائلة للدولة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية إمكانيات ضخمة. بس خليني اقول لك برضو حاجه صغيره كده بسيطه. احنا هو امتى بدات فكره انه العلاقات الافريقيه، افريقيا كاتحاد يبتدي يعمل ثنائيات، يعمل ثنائيه مع الاتحاد الاوروبي، يعمل ثنائيه مع الصين، يعمل ثنائيه مع روسيا، يعمل ثنائيه مع الولايات المتحده الامريكيه، يعمل ثنائيه مع الدول العربيه. هذه الثنائيه دي بدات امتى؟ في 2019 ابان وقت ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسه الاتحاد الافريقي. كانت فكره انه القاره بتتحرك بشكل جماعي. صحيح. وحده واحده. صحيح. تتحرك بشكل جماعي وحده واحده، بتوحد كل جهودها للتعاون مع القوى العظمى في العالم، وتستفيد منها والطرفين يستفاد، الصين تستفاد وكذلك افريقيا، بشتى الاتحاد الاوروبي يستفاد وكذلك افريقيا.
روسيا تستفاد وكذلك افريقيا، امريكا تستفاد وكذلك افريقيا، حتى يعني بعض الدول حتى الاقليميه حاولت تعمل ده طبعا على قدر المستطاع. يعني الشاهد انه الاتحاد الافريقي يتحرك عن طريق فكره كانت سببا في ان تلقفتها الاتحاد الافريقي عندما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للقاره الافريقيه في 2019. ابتدى التحرك ده يكبر وينمو وتبقى الجهود يعني الجهود تبقى متوحده، ما يبقاش الدول الافريقيه بتروح تعمل اتفاقات ثنائيه مع دول قوى عظمى لوحدها، لا الاتحاد كله الاتحاد. وده ظهر في الكوب بالمناسبه. يعني الكوب انت عندك هنا لما اختاروا انه يكون في مقر انه في افريقيا تكون مقر الكوب، السنه دي اختاروا القاهره اللي هو مصر اللي هو في شرم الشيخ، يعني لانه كان برضو ده كان نتيجه ان افريقيا من القارات المهمه جدا في المساله وتستطيع، وهي بالمناسبه هي مضاره برضو بموضوع التغير المناخ مضاره. فكانت الفكره انه افريقيا تتحرك كتله واحده، وده ده 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 اكبر دليل على او اكبر خط سير على طريق التوحد، ان القاره توحد فعليا. وممكن مع الوقت يجي ممكن بعد سنين قريبه ما يبقى زي الاتحاد الاوروبي بالظبط. كنت لسه هقول لك بالظبط، تعتقد ذلك، تنتظر ذلك، تتوقع ذلك في اطار موجودات مش في اطار احلامنا الذاتيه اللي احنا بنتمناها. ما كل الافكار اللي نجحت يا يوسف بدات بالحلم، بدات بالحلم والفكره الصغيره. يعني كل الافكار، يعني الولايات المتحده الامريكيه نفسها دي حلم، كانت حلم. ما كانتش كده، ما كانتش 52 ولايه، ما ده ما حصلش. الاتحاد الاوروبي بدا برضه بحلم، صح، حلم صغير. يعني انت اهم حاجه انك انت يعني تركب الطريق، يعني او تعتلي الطريق او تضع قدم على الطريق. الاتحاد الافريقي بدا، انا ما مش فاكر بدا امتى، مش يعني مش مركز قوي، بدا كاتحاد بدانا بمنظمه الوحده الافريقيه زمان في الستينيات. كان ايام الزعيم جمال عبد الناصر، صحيح، مرورا باستبدال منظمه الوحده بالاتحاد الافريقي، صحيح، حاضر ما فيش مشكله. انا اتذكر وقتها ان مصر هي اللي اصرت، صحيح، انه المقر يبقى في اثيوبيا في اديس ابابا. مصر اللي اصرت، صحيح، مش اثيوبيا اللي طلبت، ده احنا اللي ده كلام مهم، ده كلام مهم برضه. ده انعكس بيعكس اهميه الدور المصري جوه القاره، انها مش بتؤثر نفسها بالاشياء، مش بتؤثر نفسها بالخطوات. طول عمرها مصر كده، طول عمرها مصر يعني ما عندهاش العنصريه دي، ما عندهاش من ايام من زمان، ما عندهاش عنصريه القلق. لا ما عندهاش، بالعكس مصر والله مش عشان احنا مصريين بالمناسبه، ولا أيوة. عندنا شوفوا ايه، صح، بس المصريين طيبين، ورغم ان هم عندهم قنوات ضخمه وان هم يعني عندهم القواهم الناعمه والصلده قويه وحجم التاثير للدوله المصريه كبير جدا. أيوة. لانه بص على حجم التاثير المصري في المنطقه كلها، يعني هتلاقيه مختلف عن اي دوله، مع احترامنا وتقديرنا لكل الدول، مختلف يعني قد ايه هو مؤثر من ايام من زمان مش من دلوقتي. ومع ذلك مصر دايما تؤثر الاخرين وتحب الاخرين. المثال اللي انت ذكرته ده بيؤكد ان مصر طول عمرها هي بتحب الدول الافريقيه. وانت يعني لما تيجي تبص على ان مصر طول عمرها كانت بتشتغل ازاي في افريقيا، دايما صاحبه يد كويسه جدا، يد حنونه، يد طيبه، يد معطاءه. هي فعلا لانه الشعب المصري بطبعه معطاء، بطبعه معطاء. يمكن احنا يمكن في السنين الاخيره الدنيا اختلفت معانا نتيجه الزياده السكانيه ونتيجه الاوضاع الاقتصاديه، لكن شوف انت طول الوقت، شوف طول الوقت برضه كنت بتشتغل مع افريقيا، حتى يمكن في ازمه الكورونا بتشتغل مع افريقيا، في الازمه بتاعت متغيرات المناخيه، صحيح، انت بتشجع الدول انها تستثمر في افريقيا مش بس في مصر، يعني صحيح، طول الوقت انت احنا فرحتنا في المغرب كمنتخب افريقي في الاول. بالمناسبه منتخب افريقي، صح صح 100%، ده حقيقه. طب احنا استخدمنا حتى في الملف للعلا سعيا يا افريقيا، ده جمله من النشيد الوطني المغربي، استخدمناها حتى في حلو في احدى الصفحات، للعلا سعيا يا افريقيا، او افريقيا للعلا سعيا، مش فاكر عشان اكون دقيق، المعنى واصل. هو ده هو تم اخترناها من النشيد المغربي، النشيد الوطني المغربي، انه افريقيا حاضره في المساله، وان احنا مش بعاد عن المساله، مش بعاد عن افريقيا ابدا. ممكن تكون الظروف اتغيرت شويه، احنا اوضاعنا الاقتصاديه اتغيرت شويه، الاوضاع اللي برضه في الخمسين سنه الاخيره اتغيرت شويه، صح، انه جرى علينا امور كثيره جدا، يعني حاله دون ان يكون التواصل
وثيق العرى وشديد، لكن انت في النهاية انت افريقي بتحب افريقيا، ايدك في افريقيا، انت لحد دلوقتي. هستأذنك هنروح لفاصل، نرجع مرة تانية بعد الفاصل مع ضيفنا العزيز الأستاذ أحمد الخطيب رئيس تحرير الوطن، استنونا. مصر منورة بأهلها في مصر وفي أمريكا طول الوقت. الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية نظموا وقفة احتفائية ترحيبية أمام مقر إقامة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في واشنطن بيرحبوا بالرئيس. تعالوا نشوف. كما غنى فريد الأطرش جميل جمال مالوش مثال صدق اللي قال ولا في الخيال، المصريين دول ولا في الخيال. والله أنا هنا ده خليني أسألك سؤال بقى بالمناسبة ده جد، يعني إيه السر وراء كم المحبة اللي بيكنها المصريين للرئيس وبالذات أهالينا اللي مهاجرين اللي في المهجر دول؟ زي ما كنا بنتكلم انت في الاول، الحنين، الناس بتيجي من كاليفورنيا طبعا وسان فرانسيسكو ومش دي ولايات بعيده، بس عشان المشاهد عارف بعيده جدا، كأنه ناس بتسافر سبع وثمان ساعات بالعربيه بالطيران والعربيه واربع خمس ساعات بالطيارة، حاجات كده بالظبط كده. يعني انت بتسافر اسوان، احنا عندنا ساعتين، تخيل هو بيسافر زي من هنا اربع ساعات بالطيارة منتصف افريقيا كده مثلا، بيسافر باربع ساعات طيران، ده عشان يروح يشوف الرئيس ويشوف ويقف في حفاوه استقباله، لانه هو يعلم اللي بره عارف اكتر من اللي جوه عامل ايه. لما بيشوف حجم الاستقرار وحجم الاحترام بتاع العالم لدوله تعيش في اقليم مضطرب للغايه، مضطرب امنيا وسياسيا واجتماعيا، دول بتتفكك وتنهار وحروب، وسط هذا الإقليم تقف دولة على قدمين ثابتتين ناجحة في وسط غمار من العصير، من كورونا، حروب، ثورات، اقتصاديات بتنهار، أزمات عالمية، اقتصاد عالمي بيعيش فترات صعبة، ومع ذلك دولة كبيرة 100 مليون مواطن، وما زالت الدولة تقف بقدمين ثابتتين، ما عندهاش مشاكل، يعني ما عندهاش مشاكل زي المشاكل الأخرى، وبتنجح وتتحقق مع الوقت. وسط أول إنجاز فين؟
انك تنجح وسط ازمه، مش انت لو انت عايش في الولايات عايش في اوروبا ونجحت طبيعي انك تنجح. انت عايش وسط بيئه ناجحه، بيئه كلها مواتيه مؤهله للنجاح مؤهله للاستقرار، لكن انك تنجح وسط بيئه مضطربه فيها حروب وازمات وداخل على 15 سنه، تتكلم داخل على 15 سنه انت داخل، اي نعم هو في عمر التاريخ مش بعيد مش كثير، لكن ب 15 سنه انت ده جيل، الجيل 10 سنين جيل 10 سنين اللي عنده دلوقتي 27 سنه من 17 سنه وهو بيشوف الدول بتنهار وازمات وحروب واقتصادات بتنهار، عندك دول فلست، عندك دول دخلت في حروب اهليه، عندك دول انهارت، دول فشلت، عندك اقتصاديات، عندك حاله اقتصادات صعبه جدا، ومع ذلك الدوله المصريه رغم مشاكلها وصعوباتها الكبيره واقفه على رجلين وثابتين وناجحه. كنت لسه اقول لك دي معايير نجاح، بس واقفه ثابته، ده هي واقفه ثابته وناجحه وتتحرك بمنتهى اللياقه والمرونه في كل دوائرها الحيويه. بالظبط ده كلام مظبوط، وبتقف حتى يعني لا تنحاز الى هذا او لذاك في وسط عالم الان ينقسم على الحته دي. ناس دايما، وانا اظن يعني في جانب بيبقى معذور يعني، لانه في النهايه خلاص ابناء مدرسه كلاسيكيه قديمه، يعني قعدت مع الصين يبقى انت مخصم مش عارف مين، قعدت مع كذا يبقى انت مخصم كذا. احنا كنا في القمه العربيه الصينيه في الرياض حاضرين. صحيح. وكنا حاضرين حضور طاغي. صحيح. والصين ما بينها وما بين واشنطن ممكن يصفوا البعض. صحيح. بما صنع الحداد، واحيانا تصفوا ان هناك تباينات ما حتى ولو متعلق بمساله تايوان. بس مصر والرئيس السيسي قعد مع الرئيس الصيني وعندنا شغل وعندنا اتفاقات، والنهارده او بكره بالظبط، لو ما كانش النهارده بعد الظهر يعني ان شاء الله، هو هناك دلوقتي داخلين على الساعه 5 العصر، لو ما كانش النهارده ليلا هيبقى بكره الصبح هيبقى قاعد مع جو بايدن في واشنطن. وبرده اتفاق، وقبل شهر كان في قمه كونفرنس مع الرئيس الروسي بالظبط فلاديمير بوتين. دي السياسه المصريه الجديده بقى. ايوه اللي هي سياسه مصريه نابعه من القرار الوطني المستقل، قرار وطني مستقل لا ينحاز، مصالحه ومصالح شعبه هي التي تحركه، بتؤدى باحترام بتقدير بتوقير، يتحرك بسلاسه وبخفه وبرشاقه زي ما انت استخدمت التعبير. زمان مصر كانت بتعمل تحركاتها السياسيه خارجا في تصوري المتواضع بمفهومين على حسب، احيانا تتحرك بمفهوم انا انحاز لهذا الطرف لانني اريد ان اكايد هذا الطرف ونصبه العداء، دي كانت طريقه، وطريقه تانية كانت بتاعت انا مضطر انحاز لدول عشان انا خايف من دول. صحيح. فعايز اللي هي نظريه الخوف، نظريه الخوف، نظريه الخوف والتبعيه المطلقه، والتبعيه المطلقه او الخوف المطلق، انه انا مش هقدر اتحرك رغم انه تبقى مصالح هنا تبقى ممكن تبقى مصالح هنا، انا مش هقدر اتحرك في المنطقه دي عشان ده هيزعل، ومصالحي هنا. لا، اللي حصل دلوقتي مختلف تماما، وده واضح جدا، ده واضح جدا على كل المستويات. القرار المصري، القرار السياسي المصري تحلل كثيرا من هذه المعطيات اللي حضرتك ذكرتها واشرت اليها، تحلل كثيرا، صار مستقل زي ما حضرتك اشرت. الاسبوع اللي فات يقعد مع الرئيس الصيني، بعد اقل من اسبوع يقعد مع الرئيس الامريكي جوزيف بايدن. يقعد معاه مفيش مشكله، وقبلها بشهر يلتقي الرئيس عبر الفيديو كونفرنس ويشارك في قمه روسيه في الدول الروسيه مع الرئيس فلاديمير بوتين، ويعني ويقعد مع ويلتقي، وممكن يلتقي الرئيس الاوكراني، وممكن يلتقي الاتحاد الاوروبي اللي هو زعلان مع الاتحاد الروسي مع الروس، ويلتقي الرئيس الصيني اللي هو زعلان مع الرئيس الامريكي، ويلتقي الرئيس الامريكي اللي هو متضايق من الرئيس الروسي. انا قراري الوطني فين؟ المصلحة الوطنية فين؟ وأنا ما بزعلش حد، أنا بتحرك وفق مصالحي وفق ما يحققه الاستقرار لهذا الشعب. ده ما كانش بيحصل. إحنا رجعنا ورا شوية بالمفاهيم الحقيقية لعدم الانحياز. المفاهيم الحقيقية اللي على الأرض. ساعتها كان عدم الانحياز كانت فكرة. كتلة عدم الانحياز كانت فكرة عظيمة، إلا فكرة أنها كانت بالفعل منحازة. كانت بالفعل، برافو عليك. لأنها كتلة مؤدلجة. بالظبط. يعني علشان نبقى منطقيين بالزبط. يعني. بالظبط. لا، أنت هنا أنت هنا بترسخ ما كان يجب أن تكون عليه كتلة عدم الانحياز الحقيقية. أنت هنا مش منحاز لحد، أنت منحاز لمصالح شعبك، مصالح وطنك، أينما تكن مصلحة مصر
فثم شرع مصر. الله، هي كده ده عنوان. اه هي كده، انت فين مصلحتي؟ بما نتعارض مع احد يعني؟ طبعا بما نتعارض مع احد، اينما تكون مصلحه مصر فثم شرع مصر، هي دي الفكره. ولذلك الرئيس يتحرك بتؤده شديده وبحكمه شديده بدون حرج زي ما كان في السابق. بدون حرج شديد، ده واضح جدا في القرار المصري. اتصور ان عظمه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس فقط في انه شرع هذا الخط وهذا المنوال، لكنه العظمه الحقيقيه ان ستظل مصر ستزيل على هذا الخط ما بقي من عمرها في عمر. بص احنا المفروض نقعد اكتر من كده 900 مليون مره، بس هو الوقت داهمنا، الوقت قاتل الله الوقت. نورت وشرفت واسعدتنا، الف شكر. وبالمناسبه مش بس شكرا على وجودك معانا، شكرا على ملفات وعناوين رائعه في الوطن، دايما انا كده اقعد اعلق عليها بصراحه، فعجباني من قلبي شغل صحافه صحافه يعني. اشكرك جدا، نورتنا وشرفتنا. كاتبنا الصحفي الكبير الاستاذ احمد الخطيب، رئيس تحرير جريده الوطن. شوف من ضمن الحاجات اللي دايما كانت لافتة نظري واللي يمكن أشوفها بقت واضحة جدا جدا جدا، بتبقى واضحة بالذات في أيام الأزمات من ساعة ما بدأت كورونا، شوف بقى لحد دلوقتي، جزء من ذكاء وروعة وقوة وقيادة وما بين قوسين ثقيلين وخليك فاكر وزعامة الرئيس السيسي، انه يجمع المصريين على مصر مش على الايديولوجيا. كل واحد يفكر زي ما هو عايز وتبقى ايديولوجيته زي ما هو عايز، المهم البلد دي تقوم. فتجد انه في عز الازمه برضه الناس ماشيه وراه، دي حاجه رهيبه مذهله وبخطاب غير مؤدلج. فلا انت تابعا للشرق ولا ذاهبا الى الغرب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان كريم رمزي واقف اهو مكشرا عن أنيابه يريد التعليق على ماتش كرواتيا والأرجنتين، وتوقعات أكيد مبهرة لماتش فرنسا والمغرب. بكرة المغرب لازم تكسب يا كريم، الله. يا رمزي بأي شكل قولوا إن شاء الله، إن شاء الله تكسب بأي شكل. يعني كريم هيدي تعليمات دلوقتي. خلصت الحلقة لحد كده، ولو كلنا العمر نقابلكم بكرة بإذن الله وبرنامجكم التاسعة. سلامات.